اهلا بحضراتكم مره تانية مشاهدينا الكرام. طبعا خلصت امتحانات الثانويه العامه وامتحانات الجامعات، وامتحانات الجامعات تحديدا هي اهم، لانه بعد مرحله الجامعه بتبتدي عايز تدور على وظيفه، تبتدي تقدم في اكتر من مكان، تعمل مقابلات للشغل كتيره، واحيانا ممكن تترفض وتبقى شايف نفسك انا كويس، انا كان المفروض يقبلوني، وتتفاجئ ان انت اترفضت وتبقى محتار، يا ترى انا اترفضت ليه؟ يا ترى في اخطاء معينه عملتها مثلا في المقابله الشخصيه؟ يا ترى انا مهاراتي ما تؤهلنيش ان انا ابقى موجود في المكان ده؟ اسئله كتير بتدور في بالك احيانا ممكن توصلك انك تحبط وما تجربش تاني. لكن النهارده هنقول لحضراتكم ازاي تعمل مقابله او مقابله عمل ناجحه، ازاي تجهز السي في بتاعك او سيرتك الذاتيه بشكل محترف جدا، وايه الخدع او الحيل اللي ممكن تعدي بيها في الانترفيو، وازاي تعدي منها، مع ضيفنا الكريم اللي مشرفنا النهارده حاتم قناوي مقدم الخدمات المهنيه. اهلا بيك يا حاتم. صباح الفل. صباح النور. صباح الخير واهلا بيك. أهلا. وخليني انطلق من العنوان او التايتل بتاعك، مقدم خدمات مهنيه، يعني ايه؟ يعني ايه الخدمات اللي انت بتقدمها واليه التقديم ليها ازاي؟ جميل. هو مقدم الخدمات المهنيه هو شخص بيكون دارس في مؤسسات دوليه، من خلال الدراسه دي بيبقى عنده معرفه وادوات يقدر من خلالها يحتك بالناس ويقدر يديهم مناطق او اجابات على اسئله بتدور جواهم. وبما ان احنا بنتكلم على الوظائف، فالسؤال الابرز اجيب شغل ازاي، او ايه اللي اعمله عشان اجيب وظيفه. خلينا نقول ان احنا كلنا ربنا سبحانه وتعالى خلقنا مختلفين، وبالتالي بما ان احنا مختلفين ما ينفعش كلنا يبقى لينا نفس السكه اللي نجيب فيها شغل. وبالتالي كل واحد محتاج يعرف بالبلدي كده ايه المقاس بتاعه في الشغل، ايه الخريطه او ايه الطريق اللي لو مشاه يقدر يوصل له هو بالظبط بشخصيته مهاراته وبتكوين هو. غالبا بتبقى بالشهاده، انت خريج كذا، تقديرك كذا، فتبقى حاسس انك انا هتقبل، بس في كده حاجه بتعرقل الناس، يقول لك عايز خبره 10 سنين مثلا، طب انا لسه متخرج هعمل ايه؟ او مهاراتي ازاي هتخليني اتساوى شخص عنده خبره 10 سنين عشان اتقبل؟ عشان كده احنا بنقول امتى نبدا ندور على شغل. اغلب الناس بيبداوا يفكروا بص انا هخلص الدراسه وابدا ان شاء الله ايه اتجدع عن كده وادور على الشغل، ودي يعني فكره محتاجه اعاده تظبيط شويه. لان احنا لو قلنا ان احنا من فتره ثانوي والجامعه او اللي هي الدراسه بدانا نشتغل ونجهز نفسنا للشغل، ان احنا بعد ما نخلص الفترات دي او السنوات دي بيبقى عندنا ارضيه او حد ادنى نقدر نبدا من عليه. عشان كده بنقول ان كل ما بدانا بدري كل ما فرصنا ان احنا نجيب الشغل تبقى اكبر بكتير. يعني ياخد كورسات او تدريبات اثناء فتره دراسته الجامعيه مثلا. ومش بس كده، انت تقدري تشتغلي، لان انماط الشغل وزي ما هنقول كمان شويه اتغيرت، ما بقاش كل الشغل في المجتمع او في سوق العمل اللي هو من 9 ل 5 وهنعمل البصمه، لا ده في انماط ممكن نشتغل واحنا موجودين في البيت جنب دراستنا، وبالتالي نقدر نتحصل على الخبره اللي مطلوبه مننا واحنا لسه بندرس. طب انت بتقدم الخدمه دي للناس، يعني انا دلوقتي بدور على شغل او ان انا عايزه اشتغل ومش عارفه اختار، مش عارفه ايه اللي هعمله في الانترفيو بتاعي، مش عارفه انا اجي لك اقول لك هتقول لي ايه، هتفيدني ازاي؟ هايل. احنا بنعمل جلسات مع بعض، من خلال الجلسات دي اولا بفهم طبيعه شخصيته. رقم اتنين بنبدا نشوف ايه طبيعه الوظائف. يعني انت بتعمل له انترفيو؟ مش انترفيو، هو بتتعامل بشكل اسسمنت، لان انا مش جهه اعطاء احكام. انا مش دوري اقول لك بص تعالى كده شويه، لا طب تعالى كده شويه، انت هندسه، لا انا مش وظيفتي. وظيفتي ان احنا مع بعض ندور ونشوف ايه اللي يناسبك. شوف بشكل عملي يا حاتم، لو انا شخص رايح اقدم على وظيفه دلوقتي وداخل انترفيو، في اسئله كده بتبقى متوقع ان هي هتتسال لك في الانترفيو، زي مثلا شايف نفسك فين بعد 5 سنين؟ صحيح. ودايما الاجابه بتبقى غلط، يعني احنا كلنا بنجاوب الاجابه دي غلط. هو اصلا السؤال ده بيتحول لكوميكس اصلا لهزار. حقيقي. في اجابات نموذجيه لاسئله المقابلات الشخصيه بتاعه العمل؟ اكيد اكيد. المقابلات الشخصيه هي واحده من الحاجات اللي لازم نستعد لها من بدري، ان احنا نبدا نقول ازاي نجاوب على الاسئله دي ونحضر نفسنا ازاي للاجابه دي. ازاي بقى؟ طب خلينا نقول الانترفيو مش فقط مرحله السين والجيم او انا بسال وبجاوب. انا لازم قبل ما اروح الانترفيو اكون مذاكر المؤسسه اللي انا رايحها دي بدات امتى، فروعها فين، جوه مصر ولا بره مصر، ناويين يعملوا خطط واهداف وتوسعات ولا لا، عندهم فروع، معلومات عن المكان اللي انا رايح اشتغل فيه، معلومات كامله عن المكان اللي رايح اشتغل فيه. طب انا اتسالت شايف نفسك بين بعد 5 سنين، السؤال ده هدفه الاساسي اعرف هل انا لو استثمرت فيك كمؤسسه انت هتديني المردود، ولا انت عندك خيالات وخطط اصلا انت ممكن تكون عايز تغير الشغل او عايز تشوف مجال تاني. فالاجابه النموذجيه ان احنا نشوف اهداف الشركه
ونبدا اشوف ازاي اقدر افيدها. على سبيل المثال انا مؤسسه عايزه اقدم عليها، وواحده من اهدافها ان هي عايزه تتوسع مثلا اونلاين، او ان هي تعمل حاجات ابلكيشنز اونلاين. فانا بقول اجابه عليها ان انا واحد بجيد البرمجه او بعرف اشتغل في البرمجه، وبالتالي احد اهدافي خلال 5 سنين ان انا ابقى قادر اعمل ابلكيشنز تقدر من خلالها اي مؤسسه اشتغل فيها ان هي تقدر تتحول من الارض الواقع الى الاونلاين. انا كده عملت ايه؟ استخدمت مهاره من مهاراتي وربطتها بهدف من اهداف المؤسسه. فالشخص اللي بيسمعني بيبدا يربط ان من مصلحه المؤسسه وجود الشخص ده، لان هو هيساعده في تحويل واحده من اهدافها لواقع وحقيقه. فكل ما انا عرفت المؤسسه عايزه تحقق ايه وذاكرت انا شاطر في ايه وابدا اربط ما بينهم، بديله رؤيه ان الشخص ده لو استثمرت فيه هينفعني في المستقبل. طيب انا بعرف ده اهداف الشركه وبتجه لها زي ما هي ايه كانت لسه بتقول شايف نفسك فين بعد 5 سنين. انا بقى اعرف مهاراتي ازاي؟ اعرف ايه مجال الشغل المناسب ليا ازاي؟ رائع، احنا عندنا 7 خطوات اساسيه، تعالوا كده ناخدهم مع بعض واحده واحده ونبدا نذاكرهم عشان كل اللي بيتفرجوا علينا كمان يا ريت يطبقوها عملي مش مجرد يسمعوها. رقم 1، اهم حاجه اي حد بيقول لي عايز اشتغل برجعه خطوه كده لورا، بقول له تعالى بقى نعرف انت مين. حتى بيستغرب يعني انت مين؟ ما انا عارف اسمي وسني وانا متخرج من ايه. لا، احنا بنعرف بالظبط الشخصيه دي ايه انواع المجالات والوظائف اللي تنفع عليها. ايه ده، هو ينفع شخصيه ما تبقاش شاطره او ما ينفعش تشتغل في شغلانه معينه؟ جدا، وممكن يبقى ملوش علاقه بدراسته او بشهادته كمان. على سبيل المثال، واحد ما بيعرفش ما بيحبش يحتك بالبني ادمين، هو طبيعه شخصيته بنسميها انتروفيرت، اللي هو قافل على نفسه، هو عبقريته ينور لما يبقى مع نفسه. تخيل الشخص ده لو وديناه يشتغل في حاجه بتاعت علاقات عامه بحجه ان المكان ده رائع واسم الشركه عظيم، انا طبيعه شخصيتي مش متمشيه حتى لو هتدوني الاف الجنيهات. فرقم 1 بنسميها السيلف اويرنس، تعال نفهمك انت شخصيتك ينفع لها ايه من الوظائف عشان لما تعرف انت مين وشخصيتك عامله ازاي نبدا نشوف لها ايه اللي ينفعها. طب ده بنعمله ازاي؟ بنعمله اكيد من خلال الجلسات الكوتشنج، بس لو حد عايز يعمل ده من البيت بيبقى من خلال تقييمات او اختبارات ممكن يعملها اونلاين. من الاختبارات دي في حاجه اسمها الام تي اي، ام بي تي اي تيست، او حاجه اسمها فارك تيست. دول عباره عن مواقع الكترونيه انت بتدخلهم وانت في البيت مجانا، بتحل الاسئله، هي عباره عن اختيارات. لما بتعمل الاختيارات دي بتعرف نقاط قوتك، نقاط ضعفك، انت شاطر في ايه، اللي ينفعك اللي ما ينفعكش، فيبقى عندك نظره شامله انت ايه اللي يتماشى معاك، امتى تنور وامتى تطفي. فرقم 1 احنا بنبدا نعرف الشخصيه ونعرف ايه هي مراتب. التقييم ده بيشمل كمان نفسي ولا بيبقى تقييم مهني فقط؟ لا، هو مهني بس من الاجابات بيبان لنا اتجاهاتك. لان انا خلي بالك انا ككوتش ما اقدرش اتدخل في حدود الطب النفسي، انا في الاول وفي الاخر مش طبيب نفسي. لا مش بتكلم يعني لدرجه التدخل، لكن اي شركه هتجيب اي موظف عندها لازم تتاكد ان هو سليم نفسيا، ما عندوش ميول عدوانيه، ما عندوش ميل الوحده والانطوائيه والحاجات دي كلها، دي حاجات عامه مش خاصه. صحيح، دي حاجات عامه، بس هي يمكن الاختبارات دي اكتر بتبين لنا طبيعه الشخصيه في الجوانب قبل ما نروح للنقطه الثانيه يا حاتم بخصوص اللي اسماء بتقوله ده تحديدا. احيانا في بعض المقابلات الشغل الشخص اللي بيعمل لك الانترفيو حاول ينرفزك. صحيح، عشان يشوف لما هتتنرفز. صحيح، هيكون تصرفك عامل ازاي او تحت ضغط بتكون عامل ازاي. الانترفيو عامل شبه فتره الخطوبه، عارفه انا اتجمل فكره اللي هو ايه، انا احسن واحد في الدنيا ويا سلام عليا. فدايما بيبقى في تريكات كده اللي هو ايه، تعالى بقى نوقع الماسك ونشوف مين اللي تحت. فزي ما كنت بتقولي فكره ان انا انرفزك، اقول لك حاجه ممكن تعصبك، اعمل حركه ممكن تبقى غريبه عليك، فابدا اشوف ردود افعالك، اتجاهلك مثلا عشان اشوف انت هتعمل ازاي. بالظبط كده، لان احيانا في ناس ممكن ما تفقد يعني تفقد السيطره في نفسها فتبدا تعمل ردود غير اللي هي اصلا مخططاها. فاول حاجه اقول لها احنا عايزين نعرف نفسنا. طب عرفنا نفسنا هنعمل ايه؟ هندخل على النقطه الثانيه ان احنا ابدا اعرف الشخصيه دي ايه المهارات اللي ازودها فيها. احنا عندنا في الحياه نوعين من المهارات، مهارات بنسميها تكنيكال سكيلز او مهارات تقنيه، ودي كل مهاره انا محتاج اعرفها عشان اشتغل شغلانه معينه. حضراتكم من غير ما تكونوا عارفين تقدموا مش هتعرفوا تشتغلوا مذيعين. انا ما اعرفش ابقى طبيب الا لو اعرف اشخص وعالج. ففي مهارات معينه
بدونها مفيش شغلانه معينه. ودي بنعرفها ازاي؟ بنعرفها من الدراسه الاكاديميه، الجامعات والحاجات دي كلها. في بقى نوع تاني اسمه السوفت سكيلز او الترانسفيربل سكيلز، المهارات المتنقله. ليه سموها كده؟ لان هي ما بتقفش عند مجال معين. انا لو اعرف مثلا ازاي احل المشاكل هعملها وانا محامي، هعملها وانا دكتور، هعملها وانا مهندس وهكذا. احنا بقى عايزين نركز على السوفت سكيلز ونحاول نزود في جوانا اكبر قدر ممكن من المهارات اللي تخلينا لما نقدم على شغل الناس يشوفوا ان انا اقدر استفيد منك. لو انا عندي مهارات، انا عارف ان انا هي موجوده عندي، زي مثلا ان انا بعرف احل المشاكل، ازاي ابروز المهارات دي وانا في مقابله الشغل عشان الشخص اللي بيعمل لي الانترفيو يشوفها فيا؟ من الاسئله اللي بتتسال كتير قوي في الانترفيو، كلمنا على نقاط قوتك وضعفك، وده واحد من الاسئله اللي بتتسال بشكل كبير جدا. نقاط قوتي سهله جدا، انا شاطر في كذا وبعرف اعمل كذا. انا بس يا ريت لما نيجي نتكلم على نقاط القوه ندلل عليها بارقام. يعني ايه؟ يعني انا مثلا لو بعرف، عايز اقدم ان انا اشتغل في ريستوران او انا شيف بعمل طبخات معينه، فبدل ما اقول لشخص على فكره انا شاطر جدا جدا في المطبخ الايطالي، ايه رايكم نقول له انا خلال الساعه ممكن اعمل لك 3 طبخات؟ طب ايه الفرق؟ هنا ساعتها الشخص لما بيعمل الانترفيو بيبدا يقيس الشيفت عندي 8 ساعات، 8 ساعات هو بيعمل لي في الساعه 3 3 في 8 ب 24، فيبدا يحطني في موقف مقارنه عدديه ان انا استفيد منك بمحصله كذا في اليوم. غير لو قلت له انا على فكره انا شاطر جدا جدا في المطبخ الفلاني وبعرف اعمله والحاجات دي كلها كلام عام. فكل ما انا دللت على مهاراتي ومناطق قوتي رقميا، الشخص بيبدا يحسب لي انا اقدر استفاد منك ازاي. ساعتها انت بتبقى مختلف تماما عن اي حد بيتقدم له او بيتقدم للشغلانه دي. فاحنا نقدر نجيب منين النقطه اللي كنا بنتكلم عليها السكيلز؟ احنا دلوقتي يا اما بناخد دورات تدريبيه في اي اماكن بتدي الجرعه دي من التدريبات، او في مواقع اونلاين احنا نقدر ندخلها نقدر ناخد منها التدريب وناخد شهادة عملية ان احنا قدرنا ناخد الكفاءة دي واحنا قاعدين في البيت، وبالتالي ما بقتش حجة ان انا مش شاطر في كذا او ما بعرفش اعمل كذا. ده في كل المجالات ولا المجالات اللي نقدر نقول انها بعيدة عن المجالات العملية؟ يعني انا لو دكتور يعني وبدور على شغل، يعني اسمح لي مش هفكر في اللي حضرتك بتقوله بقى. انا لا، انا في الدكتور، فانا هبقى محتاج ان انا اذاكر وابحث وكده في مجال شغلي، ولا برضو مطلوب في المجالات العمليه؟ عشان كده احنا قلنا عندنا نوعين من المهارات. في مهارات اللي هي التكنيكال، دي لازم اقعد دراسه واقعد سنين واساتذه، بس الدكتور برضو مش دايما بس بيشخص. الدكتور ممكن يكون محتاج يتعامل مع الناس في حاله مثلا ثوره، دي ملهاش علاقه ان انا دكتور. عشان كده بقول يعني ده كمان ينطبق على المجالات العمليه، يعني حتى لو انا دكتور محتاج الكلام ده. بالظبط، انا زي ما بكون عايز اتعرف ازاي اعمل مثلا تشخيص، عايز اعرف ازاي اتعامل مثلا مع الناس في لحظه ثوره او غضب. دي مهاره زي بنسميها كوميونيكيشن، ازاي اعمل تواصل مع ناس في حالات معينه. فدي بنقدر ناخدها في كورسات بالتاكيد. كطب بقى وتشخيص ده بقى له سكه ثانيه، اكيد مش هعملها اونلاين. اكيد تعبان لا قدر الله بمرض صعب او مشكله، فعلا اتعامل صحيح. معاه. فده رقم واحد، اعرف نفسي. رقم اثنين، زود مهاراتك. ثلاثه بقى، بس احنا عايزين نقولهم برضو يعني اسرع شويه عشان نلحق. أكيد نقولهم طبعاً. في الوقت رقم ثلاثه، زود اعمل علاقات. دلوقتي الشغل وسوق العمل مقسوم حاجتين، في مهن احنا بنعرف عنها ان هي او في مؤسسات بنعرف ان هم طالبين ناس لان هم بينزلوا اعلانات، دي بنسميها اوبن ماركت. لما جم يعملوا الدراسات لقوا ان نسبه الانواع دي من المؤسسات 20% فقط. امال ال 80% فين؟ قالوا لك دول اسمهم كلوز ماركت، دول عباره عن مؤسسات بتكون عايزه ناس، بس انا كمؤسسه مش هدفع فلوس ومش هنزل اعلان. امال هعمل ايه؟ هخلي ناس اعرفهم يرشحوا لي ناس. فبتصل مثلا باستاذه ايه، استاذه ايه صباح الخير، ما تعرفيش حد جرافيك ديزاينر شاطر كده يجيبه لي؟ فالترشيحات دي بقت توفر عملية الانترفيو وعملية الإعلانات. إزاي بقى إن أنا أتحول إن أنا أبقى موجود في الترشيحات دي؟ أيوة. ندخل بقى الخطوة الرابعة، إن في مواقع مهنية بقت مجانية زي مثلا موقع لينكد إن، أنا أقدر من خلالها أدخل وأعمل أكاونت، أعمل كل إضافة أو آد لكل الناس اللي أنا عايز أشتغل في المجال بتاعهم، وأبدأ أوريهم أنا شاطر في إيه. فأنا عايز أشتغل مذيع ونفسي أبقى أشتغل مذيع، أروح داخل الموقع ده واعمل اد لكل الناس اللي موجودين في مجال الاعلام وابدا اصور نفسي وانزل. بس في الخطوه دي ممكن يبقى الشخص شاطر وعنده مهارات وهو انسب واحد للمكان، بس مش عارف يقدم السي في بتاعه بالشكل اللي يلفت انتباه اصحاب صحيح. العمل. وهنا بتيجي بقى النقطه اللي بعد كده، ان انا اعمل سي في صح. السي في صح عندنا مشكلتين، زمان كانت التحدي الكبير ازاي اكتب سي في بتقسيمه صح.
ايه قبل ايه وايه بعد خاصه لو لسه متخرج فالسي في بتاعك فاضي دلوقتي بقى عندنا تحدي جديد بسبب التكنولوجيا اسمه اي تي اس ابليكنت تراكنج سيستم. ده عباره عن ايه باختصار؟ ان المؤسسات بتقول لك انا لو عملت اعلان بسبب ان في ناس عايزه تشتغل هيجي لي مثلا 1000 2000 5000 انا اللي عندي وقت اشوف ال 5000 ولا هقرا 5000. فبقى عاملين سوفت وير او نظام الكتروني انا بقول له كشركه بص الحاجات اللي هتجيلك بالبلدي كده فلترها مع نفسك وجيب لي بس المعمولين صح بالزبط. فانا مش بس بقيت مطلوب اعمل سي في صح، انا لازم اكون اكاتب المفردات اللي صاحب العمل عايز يدور عليها عشان بنقول عشان كده بنقول الكي ووردنج او ان انا استخدم مفردات الشخص عايزها مهم جدا في ان انا اكتب سي في، هو مش بس حاجه قبل حاجه او حاجه بعد حاجه. فلازم استخدم المفردات اللي الشخص عايزها، ودي بتيجي من ان انا ادرس الشغلانه دي واعرف هم عايزين ايه وابدا استخدم المفردات دي. سادس حاجه ان انا ابدا افهم سوق العمل، وسوق العمل بسبب التكنولوجيا اتغير بشكل كبير جدا زي ما كنا بنتكلم. واحده من الحاجات او انماط الشغل اللي بقت موجوده دلوقتي اسمها الفريلانسنج، ان انا ممكن اشتغل ان انا عمل حر، ان انا ابقى متميز عندي مهاره معينه فادخل على مواقع، المواقع دي هي اصلا معموله بس عشان تربط ناس عندها فرص وناس عايزه تقول انا شاطر في كذا، فبيتقابلوا في مكان واحد، فانا مثلا بعرف اترجم فادخل اشوف مين عايز ان انا اترجم له، بلاقي في ناس عشان ما عندهاش وقت وعندها ظروف فمش قادره محتاجه حد يترجم لها حاجه بس هي مش قادره تعمل ده، فبيعرضوا ان حد يترجم لي في مقابل مبلغ مالي انا بديهولك، فانت تقدر وانت طالب تاخد فلوس تاخد خبره من خلال وانت قاعد في البيت، وبالتالي انت ما بقتش مستني شغل من خلال مواقع الفريلانسنج اللي بقت منتشره بشكل كبير جدا. اخر نقطه بقى سابع حاجه الانترفيو البعبع الاكبر. يا يعني كل دي تمهيد او تجهيز بعمله مع نفسي قبل ما اروح اصلا المقابله الشخصيه. شفتي بقى كل ده عملت ايه؟ لان احيانا الناس يقول لك ايه عايز اشتغل يلا يا جدع ادور. ايوه بقى انا افهم نفسي. ده ناس كتير جدا هي بيعملوا، وبالتالي بنلاقي ان في ناس بتتنطط ان هو التحدي الوحيد بالنسبه لهم هو الانترفيو، لكن ما قبل ده مش موجود. بنلاقي ناس بتتنطط ما بترتاحش لان هي رايحه الهدف اشتغل مش ان انا الاقي شغل. صح الانترفيو هو عباره عن ثلاث مراحل، حاجات بعملها قبل، حاجات بعملها وقت الاسئله، وحاجات بعملها بعد، ودي برضو حاجه سريعاً ممكن طبعا مش هنقول كل ده عشان عايزين وقت، بس مثلا من الحاجات اللي عايزين نقولها انت ما ينفعش تخلص الانترفيو الا لما انت كمان تسال اللي بيسالك، ودي ناس كتير قوي ما بيعملوهاش. ان انت علاقه الانترفيو هي علاقه بتسميها ميوتشوال، حس ان انت داخل امتحان انت بس عشان بتتسال كده في الاخر بيتقال لك تحب تسال حاجه. في ناس بيقول لك ايه والنبي ماشيني انا عايز امشي من هنا. لا انت لازم تسال. طب نسال مثلا نقول ايه ممكن تكلمني اكتر مين هو مثلا مسؤول الفريق اللي انا هبقى معاه عشان عايز اعرف بالظبط. بس دي ما تعتبرش ثقه زايده في ان انا هتقبل في الشغلانه. لا خالص، انت بالعكس انت بتبين ان قد ايه انت متحمس، فانت كمان عايز تعرف معلومات قبل المرحله دي. من الاسئله كمان اللي ممكن نسالها لو عندكم نموذج كان اشتغل معاكم الفترات اللي فاتت وكنت شايفينه ناجح جدا، ممكن حضرتك تقول لي ايه اكتر صفات كانت فيه فشدتكم فقادرين تقولوا عليه ان هو ناجح؟ طب مش هيسال مثلا عن المرتب لو اتقبل؟ المرتب اصلا بتتحم المرحله وانت بتقدمي احيانا كتيره جدا بيكون في مكان يقول لك ايه المبلغ اللي انت بتتوقع تاخده. طب ده ممكن نجاوبه ازاي؟ ان احنا نشوف حد بيشتغل في المجال ونبدا نقول له اديني رينج، يعني المجالات عامة كلنا عارفين مثلا لو عايز اشتغل مذيع هقبض كذا، عايز اشتغل مراسل هقبض كذا، يعني في شغلانات معروفة للي جوه المجال. فأنا ببدأ أسأل قول لي بيبدأ من إمتى وينتهي إمتى، سقفك إمتى، وأبدأ أختار رقم في النص بحيث ما أختارش حاجة. لا ورقم يتناسب كمان مع خبرتي، ما بقاش ما عنديش خبرة خالص. ما بالظبط، ما بقول ما بقاش عندي خبره خالص، ما احطش نفسي مع حد انا عارف ان عنده 10 سنين خبره. بالظبط. طب خلينا نرجع تاني، بس اهم حاجه للمراحل احنا قلنا ما قبل الانترفيو اثناءها وبعدها عشان الوقت خلاص. صح. بعد الانترفيو اخيرا عايزين نقول انت لازم تشكر الشخص اللي بعت لك او قعد معاك. طبيعي. فلما مش دايما بتحصل، فلما تروح لازم تبعت ايميل للشخص بتشكره على وقته وان انت مشتاق او بتتطلع ان انت يكون ما بينكم تعاون، وارجوكم في الانترفيو اوعى تساله انا كنت كويس ولا لا، لان دي ممكن واحده من اكتر الحاجات اللي بتبوظ الانترفيو. انا عملت كل حاجه حلوه بعدين في الاخر طب ليه بقى؟ عشان ده بقى عليه ان انت مش واثق في نفسك. مش واثق في نفسك صح. انت بتعرف فكره ايه لبسي حلو، وخصوصا ان هو لما بيبقى حد لسه صغير في السن، فاعتقد ان دي متقبله منه. يعني حد مش لسه متقبله لان العلاقه دي هي علاقه مهنيه، احنا مش صحاب. انت ممكن تعمل ده مع صاحبك بس مش مع شخص. مهم بمناسبه الشكل انت قلتها كده في النص في الاخر، الشكل طبعا حاجه مهمه جدا وبتقدم نفسك بيها من الوهله او الانطباع الاول وانت داخل المقابله الشخصيه. عايز اقول لك 70%
من قرارات تتاخد او لا العنصر الفيصل صح. لبسك وشكلك. لا احنا عايزين نعمل لقاء ثاني يا حاتم، لانه في كمان مهارات التواصل زي انك تبقى باصص في عين الشخص اللي بيكلمك علشان صحيح. يحس ان انت واثق في نفسك، مش باصص في الارض، مش ملخوم، او مش بتلعب في حاجه في الهدوم او النظاره صحيح او متوتر. فالمهارات الحقيقه كتير، بس احنا بنشكرك شكرا جزيلا حاتم قناوي مقدم الخدمات المهنيه. يعني قلت لنا كده زي كبسوله ازاي نقدم في وظيفه ونبقى ضامنين بنسبه قول مثلا 90% ان احنا هنتقبل فيها، مش كده؟ صحيح. بس اخيرا بس عايز اقول ان يا جماعه انتوا تستحقوا كشباب وبنات تعيشوا حياه كويسه، في شغل وفي فرص، بس هي عايزه منكم مجهود. يلا بينا نسعى عشان انتوا تستحقوا تبقوا كل الشكر. كل شكر استاذ حاتم قناوي مقدم الخدمات المهنيه، شرفتنا يا فندم. شكرا جزيلا يا فندم.